أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. اسمحوا لي بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح، وسلام ونعمة تغمر حياتكم، وفعلا هذا اليوم يكون بركة ومميز في حياتك، تختبر استجابات الصلاة وأنهار مياه حية، فيض شلالات من بركات الله تتدفق في حياتك حتى تكون بركة للآخرين. اليوم أنا رح أتكلم عن موضوع كتير كتير مهم، ما زلنا في موضوع الروح القدس، امتلئ من الروح. وهي الكلمة أحبائي مش مجرد يعني أمنية أو بتمنى أو برغب وياريت وإلى آخره، لكن وصية وأمر إلهي ينبغي أن تطاع. لاحظ أن التلاميذ أطاعوا صوت الرب وكانوا في وحدة وفي انسجام تام، وكانوا في حالة الخضوع، وكانوا في حالة الشركة والصلاة أيضا. فما كان عندهم كل التوقع أنه الله رح يسكب الروح القدس، لكن ما كانوا بيعرفوا التوقيت ولا كانوا بيعرفوا بالضبط الساعة، لكنهم أطاعوا وكانوا في وحدة، كانوا في انسجام، كانوا بنفس واحدة. وهذا الشيء مهم جدا أحبائي اليوم للكنيسة. الكنيسة اليوم محتاجة أن نكون جسد واحد، جسد المسيح، ما نحارب بعض، عشان نكون هذا الجسد اللي يكون بركة لكل الناس من حولنا في جميع أنحاء العالم. إذا الكنيسة فقدت أو خسرت مصداقيتها، الناس مش راح تأخذنا بجدية. دايما بحاربونا في موضوع انقسام الكنائس، دايما بحاربونا في فكرة الوحدة، ودايما بحاربونا انه في عنا افكار يعني يمكن احد بتناقض احدها الاخر. لكن كل هذا يحرق بالكامل عندما نمتلئ من الروح القدس. قال الرسول بولس الى كنيسة غلاطيا اصحاح 5 والآية 18: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا من الروح. طبعا الروح القدس، امتلئ من الروح. لما كانوا التلاميذ في العلية بنفس واحدة، مكتوب وامتلأ الجميع من الروح القدس في الإصحاح 2 والآية 4. وعاوز أقرأ بعض الآيات من سفر أعمال الرسل، وكانت يعني ابتدأ الاضطهاد من اليهود ضد الكنيسة، لكن اسمع شو كان صلاة التلاميذ. إصحاح 4 أعمال الرسل من آية 29: والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة أو بكل مجاهرة. وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون كلام الله بمجاهرة. فإذا ما هياش الأمور بتعتمد على حكمتي ولا قدرتي ولا غناي ولا إمكانياتي، هو كل الاعتماد على الروح القدس. وعندما نعتمد على الروح القدس نسمح للروح القدس أن يعمل في حياتنا. أليس مكتوب في نبوة زكريا الإصحاح 4 والآية 6: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. أليس مكتوبا في أفسس 3:16: لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. في آية 20: والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا، له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور. الروح القدس حل على التلاميذ،
واعتمدوا بالروح القدس، وسكن الروح القدس الكنيسة الأولى والتلاميذ، فخلاص حل الروح القدس. لكن هنا الكلمات بيتكلم عن الامتلاء المستمر، يعني مش بس مرة واحدة، انه دايما تستمر تمتلي بالروح القدس، وكل مرة بتمتلي بالروح القدس بتشوف انه في عمل خاص. امتلأ التلاميذ من الروح القدس وابتدأوا يشهدون ويتكلمون ويجاهرون ويتكلمون عن ملكوت المسيح الجديد ويتكلمون عن قوة قيامة يسوع المسيح، وابتدأوا يتكلمون عن وحدة الكنيسة والمؤمنين، وهذا طبعا كل اللي وحدهم هو الروح القدس. في إصحاح 4 في وسط طبعا الاضطهاد قال امنح عبيدك، يعني أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، امنح عبيدك أنه بمد يدك بآيات وعجائب، آيات شفاء، وفعلا اتحولوا من ناس عاديين إلى ناس غير عاديين، أمور خارقة الله استخدمها في حياتهم. وكلمة الامتلاء أحبائي هو مش أنك تأخذ أكثر من الرب، فكتير مرات إحنا بنغلط فيها من ناحية لاهوتية هذه الكلمة، كأنه كأس ماء فارغ أو نصه وبتحاول تملأه، مش هذا هو الامتلاء. الروح القدس ساكن فينا، لكن هنا المقصود انك انت تسمح لحياتك لخضوع اكتر، لطاعة اكتر، لسيطرة الروح القدس، كنترول، يعمل كنترول على حياتك، يسيطر على حياتك، يحرك حياتك، عندها تستمد وتتحرك بقوة الروح القدس، لانه روح القوة. الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. فإذا أحبائي امتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة، فهنا سمحوا أن الروح القدس يسيطر عليهم، ولما الروح القدس بيسيطر، الروح القدس هو اللي بيقتادك، هو اللي بيتكلم فيك، هو اللي بيحركك، بيصير عندك التمييز الروحي والحس الروحي والثمر الروحي والمواهب الروحية والصلاة الروحية والكلام الروحي والقوة والقدرة الروحية. حياتك بتتحرك مش في الجسد ولا في العيان ولا في الملموس ولا في المحسوس، تتحرك بقوة حضور جلال الله اللي هو الروح القدس. الروح القدس أحبائي في سفر أعمال الرسل كان بيتكلم، كان بيؤمر، كان بيرسل، كان له دور مهم جدا في حياة الكنيسة الأولى. فعندما نمتلئ نقول إنه الروح القدس سيطر علينا. نفس الكلمة مكتوب امتلأوا خوفا، امتلأوا غيظا، أو امتلأوا حزنا. شو يعني امتلأوا خوفا؟ إنه الخوف سيطر عليهم. شو يعني امتلأوا حزنا؟ الحزن سيطر عليهم. وعندما نقول امتلئوا من الروح القدس، هذا الملء يسيطر علينا، عندها يحركنا الروح القدس. يا لو ندرك عظمة الروح القدس، يا لو ندرك أهمية حضور الروح القدس في الكنيسة، كانت حايدنا وتحاشينا مشاكل كتيرة، كان حاربنا البدع والهرطقات، حاربنا الأمور الجسدية، حاربنا تجار الدين، حاربنا العالم بقوة الروح القدس. المسيح حي أحبائي، لم يتغير، لم يتبدل، هو اللي أرسل الروح القدس. ما زال مرات كتير بيسألوني اشمعنا مش عم منشوف معجزات مثل اللي منسمع عنها بسفر أعمال الرسل، اشمعنا مش عم منشوف الكنيسة واحدة مثل سفر أعمال الرسل، اشمعنا مش عم منكون في قوة الكنيسة الأولى لكن منحس بضعف، منحس في فتور. الحل أحبائي امتلئ من الروح القدس. وعدة مرات في سفر أعمال الرسل امتلأوا من الروح القدس، مثلا مكتوب عن استفانوس، استفانوس كان مملوء إيمان، كان مملوء قوة،
كان مملوء بالكلمة، منشوف يعني من خلال أعمال 6 و7، لكنه كان مملوء من الروح القدس، ولأنه كان مملوء من الروح القدس كان الله بيعمل آيات وعجائب من خلال الشهيد الأول استفانوس. لكن حتى لما أخذوا استفانوس إلى خارج المدينة، خارج الأسوار يعني، وأرادوا أن يرجموه، لاحظ شو بيتكلم الكتاب: وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. أعمال الرسل إصحاح 7 والآية 55. عم تنهال عليه الحجارة، وشوف الروح اللي كانت عنده، كانت روح المسيح، الروح القدس. لاحظ يعني قال ليسوع، شبيه لكلمات المسيح على الصليب: اقبل روحي. وبعدين قال كلمة يا ما قالها ليسوع على الصليب، عند الصليب، قال: لا تقم لهم هذه الخطية. شو اللي وصل هذه الحالة في حياة استفانوس الشهيد الأول؟ شخص وهو ممتلئ من الروح القدس، ما عادش يهمه الحجارة، ما عادش يهمه العذاب والألم، كل اللي شايفه يسوع المسيح، وبعد قليل رح يغمض عين والرب قام حتى يستقبل الشهيد الأول استفانوس. آه أحبائي، ليتنا نمتلئ هذا النوع من الملء. شاول الطرسوسي اتعلم في أعظم جامعة في العالم في طرسوس، واتثقف على عند رجلي جمالائيل، أعظم معلم في أورشليم، كان حافظ الكتاب والتقليد لأنه فريسي، وكان بيتكلم لغات كثيرة، على الأقل 4 لغات، وكان عنده إمكانيات علمية وطاقات هائلة، وكان من ناحية البر نقدر نقول كامل، عم بنفذ الناموس بحذافيره يمكن شوي أكتر. هذا شاول أحبائي وهو على الطريق إلى دمشق تقابل مع الرب يسوع المسيح، سقط على الأرض وأخذوه إلى دمشق للشام، وهناك بعد، وطبعا اتعمى، بعد 3 أيام أحبائي الرب أرسل حنانية، قال له: لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. لكي تبصر، لأنه كان أعمى، وتمتلئ من الروح القدس في أعمال الرسل إصحاح 9. وهكذا استمر بولس الرسول بهذا الامتلاء، ويزيد هذا الامتلاء في حياته. وأما شاول مرة تانية مكتوب عنه امتلأ، وأما شاول فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه، بيتكلم هو في قبرص، واحد كان ساحر اسمه عليم الساحر، وتكلم معاه وقال له: تكون أعمى. سلطان رسولي، سلطان إلهي أن يتكلم بقوة الروح القدس، امتلأ من الروح القدس واستطاع أن يتكلم هذه الكلمات. وهكذا بطرس الرسول، وهكذا الكنيسة الأولى، بطرس اتكلم مع حنانية وسفيرة في أعمال 5: انتوا كذبتم على الله، على الروح القدس، وبيقول عن الروح القدس هو الله. فإذا أحبائي، هذا السلطان عندما تمتلئ بتشوف أمور خارقة بتحدث في حياتك حتى في هذه الأيام. من أجل هذا قال الرسول بولس: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا من الروح. لأنه كانت أفسس فيها إباحية وفيها خلاعة وفيها وثنية وفيها بيوت للدعارة، وكانت تتخلل العبادة أنواع من الإباحية وأنواع من الدعارة، فبقول وكان يعني كانوا بيشربوا وبيخمروا في هذا النوع من العبادات. ولما الإنسان بيكون تحت تأثير المسكر، خلاص السكر هو اللي بيسيطر عليه، مش مسيطر على عقله، بيفقد عقله، بيفقد إرادته، بصير يعمل أمور مش عم بيعملها. بالمقابل
الروح القدس بيعطيك عقل وبيعطيك إرادة وبحركك بقوة روحية وتمتلئ من روح الله، وعندها أحب هذا الملء بقودك إنك تعمل أعمال الله، تتكلم بعظائم الله وتشوف أمور خارقة في حياتك. يمكن تشعر أنك أنت إنسان عادي، بس الله دعاك أنك تكون غير عادي. وكان الله يعمل آيات غير معتادة على يدي بولس. كانوا يأتون بالمناديل والمآزر، كان حطوها بس على جسد بولس، كانت تبرأ من كل الأمراض وكانت الأرواح الشريرة تخرج. فالرب ممكن يغير حياتك من إنسان عادي، يعملك إنسان خارق. خارق يعني مش سوبرمان، لكن بيعملك إنسان تتكل تعتمد على روح الله. ولما بتتكل على روح الله، هو روح الحكمة، روح القوة، روح المحبة، روح المشورة، روح الفهم، روح الاتزان والتوازن العقلي، عندها تقوم بأمور الله. بتقول لي طيب كيف ممكن أحصل على هذا الشيء؟ الرب دعا في اليوم الأخير في العيد في يوحنا 7 وقال هذه العبارة: إن عطش أحد، يعني الله مش رح يملأك إلا إذا كان عندك رغبة فعلا، عندك عطش. لما الإنسان بيكون عطشان، وإحنا جايين يعني بالذات الناس اللي في الشرق الأوسط بحرارة الشمس بنحتاج إنه نشرب مي. فأنا إذا مش عطشان، ما أنا ما عنديش الرغبة أصلا أطلب. ساعتها بعيش حياة الاتكال على الآخرين أو على مسحة بيتي، يعني ما عنديش الرغبة أنمو، أتطور، أتقدم، أكون مستخدم، أكون مستثمر لعمل الله. فالرب يجوعنا: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. كما يشتاق الإيل إلى جداول مياه، هكذا تشتاق إليك نفسي يا الله، تشتاق نفسي إليك يا الله. مزمور 42 الآية الأولى. في مزمور 63 الآية الأولى مكتوب: يا الله إلهي أنت إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك. أليست هذه النبوة في إشعياء 44: أسكب ماء على اليابسة وروحي على نسلك وعلى ذريتك. ألم يقل يؤيل النبي: في آخر الأيام أسكب روحي على كل بشر؟ وهل المسيح يقول: إن عطش أحد فليقبل إلي؟ ما تروحش لأي مصدر تاني، هو مصدر الحياة لأنه قام من الأموات، هو مصدر هذه الشلالات التي تنعش قلبك وحياتك وتنغمر وتكون يعني عظيمة، سكيب الروح القدس تتدفق في حياتك فيتدفق على الآخرين وتكون بركة لكل من حولي. فليقبل إلي كما قال: تعالوا إلي، من يقبل إلي فلا أخرج خارجا، أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي. وهكذا أحبائي ينبغي أن تأتي إلى المصدر، والمصدر هو الرب يسوع المسيح. إن عطش أحد، في آخر إصحاح في سفر رؤية 22، رؤية 22: الروح، الروح القدس والعروس أي الكنيسة يقولان: من يعني من عطش فليأتي، فليأتي. فعم بيدعو الناس إنه يأخذوا من ماء الحياة مجانا أحبائي، شلالات أنهار ماء تتدفق فيه. مكتوب: فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما يقول أو كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار، مش نهر، أنهار ماء حي. قال هذا طبعا عن الروح القدس في يوحنا 7. وهذا الموعد مش بس كان في أيام الرسل، لما بطرس قال: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم الرب يسوع فلغفران خطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن هذا الموعد هو لكم
ولأولادكم ولكل الذين على بعد في أعمال إصحاح 2. هذا الوعد هو إلك ولأولادك وولاد أولادك. والرب عاوز يباركك ويبارك بيتك وأولادك ونسلك ونسل نسلك. لكن أحبائي محتاجين نقول له يا رب فرغني واملأني من الروح القدس. وعندما تمتلئ تأتي إلى المسيح بتواضع بانكسار بانسحاق، لأن ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. شو رأيك تيجي للرب يسوع طلبة بسيطة، قل له يا رب املأني بالروح القدس. بحب أسمع منك إذا أنت محتاج لصلاة، وعلى فكرة شارك هذه الرسالة حتى تكون بركة للآخرين. امتلئ من الروح القدس. الرب يباركك.